وآله وصحبه أجمعين. وهنا بعدما حدث في غزوة الأحزاب، تذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما حدث في بدر. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة، واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشا منه، فهي الحرب والمكيدة، وصنعوا الحياض، فملأ المسلمون الماء استعدادا للمعركة، وبنى المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقرا للقيادة يدير منه المعركة. تقدم عوف بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ليخرج عتيبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتيبة، اخرجوا جميعا إليه. فخرج لهم عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم من جيش المسلمين، فتقاتل وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد، وبارز عبيدة عتبة، فقتل حمزة شيبة وقتل علي الوليد، أما عبيدة فقطعت قدمه وكان رجلا كبيرا، فجرى حمزة وعلي فقتل عتبة وحمل. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! يا للآلهة، قتل الثلاثة، فخذوا بساركم. انطلق المشركون بجنود نحو الجيش المسلمين، ودارت المعركة. Thank you.
وكان التفوق واضحا للمسلمين بفضل إيمانهم وثقتهم بالله. وكان حمزة يعرف في الحرب بريشة نعام على صدره، وقاتل يوم بدر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين، وقد حمي الوطيس يوم بدر. هيا يا سلطة الله، هيا يا سلطة الله، هذا يومكم، هيا يا سلطة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد ظل يناشد ربه قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لن تعبد، اللهم إن شئت لن تعبد بعد اليوم. فرد عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصفاء فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ورمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خاري وفمه من تلك القرى. اصمدوا، فالنصر لنا، النصر لنا، لا تفروا، لا تفروا من أمام جيوش محمد، اصمدوا. وقف غلامان صغيران بجوار عبد الرحمن بن عوف فسأله أحدهم: يا عم أرني أبا جهل. فقال عبد الرحمن بن عوف: فما تصنع به؟ إنه يسب رسول الله. فأشار لهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى أبي جهل.